نوصل عليكم داري لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. لقيتونا النهار فقنا افطرنا اختي، حنا وصلنا للصالون قبلنا لينا مهوطه. خلينا هاد صايب الضفر حيت كاينه هي بنيته وحده اللي كتصايب الضفر، خليتها باش تصايب الضفر. وداك الساعه نخرج انا وماما نمشيو نقضيو شي حوايج، مشي ماما تصايب حجبانها في الصالون وحده اخر حيت تما لقيناها في الصباح كي كتكون يمكن غير وحده هي اللي كتحل. ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا، غادي نمشيو ندي ماما كيف قلت لكم تنتف حجبانها في واحد الصالون، انت وحده مالتها كتصايب عندها وانا نمشي نفطر وصافي. المهم هانتوما معنا شفتو جينا نفطرو اخيرا لقينا الراي. شفتو تصبح صبحة شي حاجة ماشي 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 نورمال، علاش فين ما كنمشيو ما كنلقاوش اي حاجه، ما كنلقاوش. مشينا نديرو لانكاسابل في التليفون ما لقيناش لانكاسابل، مشينا ندبروا واحد لونسومبل ما لقيناش داكشي اللي يعجبنا. الراي من الصباح حنا نقلبوا عليه ما لقيناه، عاد لقيناه هنايا. المهم فين ما مشينا ما كنلقاو حتى شي حاجه اللي كنبغيو. مشينا ما لقيناش البنت اللي في الصالون اللي كتصايب الحجبان، المهم فين ما مشينا ما كنلقاوش. الصباح شي حاجه ماشي هي هذيك. ايوا صافي المهم غادي نفطروا، غادي نفطر انا حيت ما فطرتش في الدار، وداك الساعه نمشيو عند الدار خلي انا في الصالون. ايوا البنات عرفتوا لقيتوني، عاد جيت انا خليت هدى في الصالون كتكمل الضفار ديالها، عاد كتصايب الضفار. لقينا الولد ما كاينش اللي غادي يصايب الماما البروتين. ايوا ودابا كنت درت معاه رونديفو مع 4 ديال العشيه ودزنا لديفاكتو كيف ما شفتو. خديت الماما غير هاد الشابو نشميش هكا في لابيسين ولا البحر، راكم عارفين التشميشه كتكون مجهده. ايوا غير باش هكا شويه مع الدر اختي كتكون الشمس. ايوا صافي المهم هدى بقات وانا درنا مع السيد مع 4. دابا راها عندنا جوجونس، راها عندنا جوجونس. هي هذيك 4 3 ونص واحد الساعه ما كنروحوا، وداك الساعه نرجعوا عاود نطلعوا. علاش كتبان وين بغيتي تكا؟ ايوا داك الساعه نرجعوا لسميتو، نرجعوا للصالون باش غادي نديروا البروتين. المهم ها نتوما معنا في هذا النهار الطويل، عرفتوا فين ما كنمشي كنلقى الحاجه ما كايناش. عاد لقينا واحد اخيرا، لقينا واحد درنا له الكاسابل التليفون ديال ماما. المهم ها نتوما معنا شويه ونمشيو عاود للصالون. صباح الخير عليكم بنات، صافا كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفلوغ. المهم البارح كيف ما شفتوا خرجنا ما هضرناش معكم بزاف، بغينا نصوروا لكم، كنبغيو نصوروا لكم وعرفتوا ما كنساو كتوقع شي حاجه. المهم ما كنكملوا لكمش الفلوغ، وقلت هذا النهار لقيتونا ماشيين للقبور نترحموا على بابا الله يرحمه ونديوكم معنا ونكملوا لكم على الفلوغ اللي بدينا البارح. مشينا كدينا الاطفال المهم وريتكم شخصي الريزلت فينا جاو فنين الطفيرات وصافي. المهم ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، انا وشيماء راه كنحطوا في الانستغرام اكثر من اليوتيوب حيت كيجينا ساهل. ايوا صافي يا اختي لقيتونا ماشيين دابا للقبور وهانتوما معنا. المهم نمشي وهانتوما معنا في النهار. رجعت لكم اختي، عرفتي وليت كنهضر معكم غير من الخرجه للخرجه حيت الفاتن يا اختي الفاتن الوقت كيطير. المهم بقيت مشينا للقبور وسالينا دزنا شفنا عمتي دارت الميمه. ايوا دابا بقيتونا ماشيين اختي لابيسين، خوتي بغاو يمشيو لابيسين وحنا ماشيين لابيسين. ايوا صافي المهم ساعدايا لابسه كسيوه من تحت تمشي للطوموبيل ودوز بعد. ايوا صافي هانتوما معانا اختي نمشيو، عرفتو ما فطرناش فقنا في الصباح مشينا للقبور دزنا عند دار الميمه، دابا ماشيين لابيسين. ها
مشيت للاغورا وهانتوما معانا ديكم فهاد النهار. اختي انا اللي غادي نصور لكم ماشي ما كتنسى صافي اختي. بزاف ديال الناس كيقولوا لنا ماشي بزاف بعض البنات كيقولوا لنا صوروا لنا لي فلوغ وهذا وحنا عوالين زعما نجيو نرجعوا ليوتيوب وهذا ساعه راكم عارفين سنين ما تشاوفنا والوقت ما كاينش داكشي علاش. المهم انا مره مره نصور لكم لقطات انتوا معايا. المهم البنات عرفتوا وقت عاد وصلنا لبيسين بالي خاوي كيجي يمكن هالنهار الجمعه ما كيجيوش الناس بزاف ولا كيجيو يمكن حتى العشيه و كيفاش شفتها يا مين وصافي دابا هاد الخيتونه وهذا نهار الجمعه حنا شيماء راه كتفرش البليصه شيماء راه كتفرش البليصه حنايا بغينا نجيو نهار الجمعه باش ما يكونش اختي عامر بزاف ونيشان لقينا خاوي يلاه دابا شويه هادي عادي خدموا لي طوبوكون ايوا صافي حنا وصلنا بس واحد شويه نمشيو نعومو وانتوا معمولين انتوا معنا فضلنا شويه 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 من الحال دابا لقيتو معايا ديال الكاو ايوا صافي راكم يلا يلا نمشي يلا عادي 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 يدوز فيدا. المهم البنات لقيتوني يلاه جيت لهنايا الطبيب عند الشقر باش ندير الكونسلطاسيون ديالي. المهم الحمد لله لقيت الطبيب خاوي. المهم انا غادي ندخل دابا ديك الساعه نرجع نهضر معاكم. عرفتوا البنات قتلني الصاد قتلني الصاد واحد الدرجه ما كتصورش. عرفتوا حتى جمعت شعري ما قديتش و كيف قلت لكم مشيت درت كونسلطاسيون عاديه عند الطبيب ديال النساء والتوليد وصافي. هادشي اللي كاين عطاني واحد كان عندي واحد لو بروبليم بسيط عطاني واحد الدواء صافي باش ناخدو صافي ايوا. وحيت كيف ما كتعرفوا الواحد خاصو مره من فتره لفتره يدير واحد الكونسلطاسيون يشيك كي واش الامور كلها مزيانه وداكشي سورتو البنات حتى اللي ما مجوجات ولكن سورتو البنات اللي مجوجات وصافي. هادشي اللي كاين باش هكا الواحد كيبقى مرتاح وصافي. وين دابا لقيتوني جيت للباتيسري غنصور لكم نوريكم. جيت للباتيسري باش ناخذ غير شويه ديال الكاطو ولكن كتبان لي عامره. ها نتوما انا ديما كنجي ناخذ الكاطو على هادو اللي هنايا حدا داك القهوه اللي كانت سميتها بلوندي نسيت شنو سميتها. المهم مابقيتش عاقله. المهم هنايا جهه التينيس فهاد البلاصه جد الزئه ديال صديقي كاينه هاد الباتيسري والله ما بقيت عاقله على شنو سميتها وحتى السميه ما بايناش الفوق عندهم الكاطو غزال. ايوا جينا ناخذوا شي حاجه على حسب الفطور ولا جا عندكم لا جا عندك شي البنات عرفتو ما يمكنش واحد الصاد واحد الحراره كتقتل. عرفتو مشيت وصلت خويا ديتو الاغورا فين صورت لكم الطريق
وطلعت عرفت وسخفت. بغيت نوريكم غير شي حوايج كنا شريناهم، نوريكم. المهم هذه هي لوردونونس اللي خرج لي الطبيب، ها هو الطبيب اللي كنمشي عنده، هو هذا الشقر زوين الصراحه. مشيت عنده شحال من مره، خديت هذا القماش زوين، هاد القماش ديال الوجه وديال الجسم وديال الشعر الا بغيتي تستعمليه، حيت راكم كتعرفوا في الصيف كتحتاجي شي ماسك ولا شي برودوي اللي يعطيك ليكلا اللي يغدي لك البشره، حيت كتنشف مع هاد الشمس وما كيبقاش فيها داك الحيويه، وبغيت شي حاجه تزيد تنشفها. داكشي علاش خديت هذا زوين، عرفتو ريحته غزاله. خدينا انا وهدى هذا ديال شامبوان سيك معروف، هذا ديال باتيست زوين، هذا بالشيري. ها هي ودا تفتحت توريكم. خديت هذا الباك ديال هاد الكيسان زوينين، كانوا عاجبيني الصراحه، خديتهم مرجان رخاص يعني 110 درهم زوينين، كنت شفتهم غاليين كيبيعوهم. هما 16 الكاس، ياكي 16 جوج ربعة ستة، لا غير 12 16 بصح جايبة 16 جوج 12 ربعة ستة، أويلي غير 12، علاش كان مكتوب فيهم 16؟ شتي حسبني هادي كيحسبني حسبني 16 بياسة، فيهم 12 كيف ما كتشوفوا. إوا صافي، المهم هادشي اللي خديت بالنسبة للكاطو ها هو هنايا، نوريكم شنو خديت في الكاطو. هانتوما هنايا خديت البهلة غريبة، شوفوا شحال مفقعه زوين الغريبه ديالهم، واحسن فقاس كيعجبني هو الفقاس ديال ديليس، كيحمق كيحمق. راني صورت لكم السميه ديال الباتيسري. افتح لنا حبيبي هذا نشوفوا شنو هو، هذا شويه ديال كعب غزال باش نزوقوا، راكم عارفين العيد ماشي ديال الكاطو غير باش هاك الواحد الا جا عندك شي حد على حسب لو غيفطر وصافي، وهادشي اللي كاين. ايوا صافي، دابا لقيتونا معروضين عند عمتي، غاديين معروضين للغدا، ايوا راه كناعينهم يوجدوا راسهم باش نمشيو. شفتوا انا راني مشهيه الغدا ماشي العشاء، شفتوا راني مشهيه حمام وباغا نمشي نتغدى، وداك الساعه نجي باش نمشي الحمام، يمكن غنوض نوجد حوايجي ولا ما يوجدوا هما راسهم باش غير نجي نهز حوايجي ونمشي للحمام. ايوا البنات، كيف ما كتشوفوا مشينا تغدينا عند عمتي، دازت العشيه زوينه زعما الصراحه غزاله. سمحوا لي بزاف غادي يجيكم شويه الفلوغ مخربق، علاش؟ حيت كنبدا الفلوغ وفاش كنخرج لبرا كيكون صاد مع كنسوق، ما كنلقاش الوقت فين نصور، حتى كنلقى الحاجه دازت وما صورتش وهذا، فغادي يجيكم شويه الفلوغ في يمكن تقريبا 3 ايام ولا 3 ايام 3 ايام كل مره كنصور لكم اللقطه. واخا كنا دايرين اننا كل نهار نديرو فلوغ، ولكن والله ما كنجلسو، كتعرفوا الواحد شحال هادي ما تشاف و زعما شحال هادي ما تلاقينا، فاش كنتلاقاو مع العائله ولا هذا صافي كنجلسو ونهضروا، وحتى كنخرجوا هذا ونساليو في الليل كنجيو كنلقاو هي اللي ما سديناش الفلوغ، وهي اللي ما درناش، ما كنجيو عياني للدار. فهادشي اللي كاين البنات في هذا الفلوغ، ان شاء الله الفلوغ جاي غادي يكون زوين، فلوغ ديال العيد الكبير. ما تنساوش تابوناو في لاباج وديروا جيم لا فيديو، ونشوفكم فيديو ان شاء الله الجاي. السلام عليكم.